لو سمحت لو سمحت. ايوه في ايه؟ عايزه المنيو لو سمحت. منيو؟ ايوه. خدي الخمس ساعات الاول. ماشي عايزه المنيو اشوف اشوف هطلب ايه. بصي المنيو اهو. تمام. مكتوب بالايه؟ بالانجليزي. انا ما بعرفش انجليزي. انجليزي ايه يا حاج؟ انا داخله مطعم صيني. مكتوب بالصيني. انا ما اعرفش صيني. طب امال حضرتك شغال هنا ليه اصلا؟ انا ما اعرفش صيني ولا انجليزي. ماشي. ده هو كده. انا ما اعرفش عربي. على فكره ده مش اسلوب تكلمني بيه. المنيو اللي عندنا اهو. ادي واحده اهو. عشان انا تعبت منك انت روح. كل واحده تخش هنا ما وراهاش الا انت تعالى انت روح انت مش عارف. طب ما هي دي شغلتك حضرتك يعني. دي أنا شغلتك. انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. ليه ما تشتغلش الشغلانه دي تاني ليه؟ مش هشتغل الشغلانه دي. وهمسك صاحب المحل ده هو هو. حضرتك هتديني المنيو ولا لا؟ اتفضلي المنيو ده. لا انا مش هاخد المنيو ده، قلت لك ده مش انا داخله مطعم صيني، انا مش داخله اي مطعم، ازاي انت حتى مش عارف ان الانجليزي من الصيني؟ ده صيني ولا انجليزي؟ هو كده يا حاج، هو كده، هو كده يا ست الناس، هو كده يا استاذ. يا استاذ هات لي منيو غير اللي حضرتك ماسكه في ايدك ده ومكرمشهولي. هو المنيو لا. دي بالك انا هتضايقينا واحنا مش ناقصين مضايق، هتاخدي ده ولا مش هتاخدي المنيو ده؟ لا مش هاخد ده، وكلمني باسلوب حلو بدل ما اندهلك صاحب المحل، لو سمحت. نعم. عدى نص ساعة، فين الأكل؟ حاضر بيتعمل، سعادتك لسه بيتعمل؟ أنت كل شوية تيجي وتقول لي بيتعمل؟ أدي الحاجة الساقعة وأدي المرجحة. نعم. المرجحة تعملي كده المرجحة تسالي وأنت قاعدة أهي. مرجحة إيه؟ ليه وأنت فاكرني عيلة صغيرة بريالة جايب لي مرجحة؟ ممكن نمرجح الحاجة الساقعة أهو. نمرجح الحاجة الساقعة؟ أيوة سعادتك هو ده اللي عندنا، اقعد قدام مني 10 دقايق. وحضرتك بتهرج معايا يعني تعرفني ولا حاجة بتهرج معايا؟ خلاص بلاش المرجحة والحاجة الساقعة. كل في نفسك. اكل في نفسي؟ هو ده اللي عندنا. مش عاجبك هاخد المنيو كمان. يا نهارك اسود ومنيل، ده انا لازم اشتكيك قدامي، قدامي على المدير. مفيش مدير. قدامي على المدير. مفيش مدير. انا المدير. لو سمحت ممكن حضرتك بس دقيقة؟ نعم. وحضرتك صاحب المحل؟ تمام يا فندم. طيب دلوقتي الأستاذ أنا طلبت منه المنيو فكلمني بأسلوب وحش ومسك المنيو رماه في وشي وبيقول لي مفيش اكل وجايب لي مرجحه فكاني عيله صغيره بيقول لي خدي العبي بيها. حصل سعادتك. ينفع كده؟ هو ده اللي عندي. مش عايزه تسكت يا ابنها. حصل. يعني ايه يعني واحنا مشغول نحترم الناس شويه ونتكلم باسلوب كويس؟ مفيش ناس دي مش ناس دي. مفيش حاجه اسمها سعاده، امال دول ايه؟ عمال كل شويه طلبات هات تعالى هات تعالى. انا ما طلبتش غير المنيو على فكره، انا ما طلبتش غير المنيو. قالت لك روح تعالى روح تعالى.